السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي بقى فيا انا في هذه الفضيحة ديال الفيضانات بالدرجة الاولى ماشي هو الغرق ديال الناس واختناق الطرق او تسبب او تسرب المياه لعربات الترام، وان كان هذا هو الاهم اللي هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله، بل هو وبعد جفاف طويل ضياع ذاك الالاف الامتار المكعبة اللي ضاعت هباء منثورة في مدينة كتعاني الهوامش ديالها والقرى المحيطة بها من العطش. الدار البيضاء كمدينة كبيرة واللي كتعتبر أكبر من دولة توجد في الخارج العربي ما كتوفرش على سياسة لتدبير مياه الأمطار ولا المياه العادمة ولا استغلالها في حاجة المواطنين. فللأسف كل ما كينزل من السماء من أمطار الخير أو كيخرج من القنوات كيطلع في البحر. بهذا المنطق تساقط الأمطار في المغرب هو الواقع اللي عرى واللي كيعري وكيفضح وكيكشف المستور في شركات التنمية المحلية وفي مجالس المدن وفي الشركات المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وسلطة الرقابة المتمثلة في وزارة الداخلية. أو الإدارة كتحمل المسؤولية الأساسية في هذه الفضيحة هو مجلس المدينة باعتباره الشخص الاعتباري والمنتخب من طرف المواطنين واللي كيمثل الساكنة، وهو المسؤول الأول عن الآلام والمفروض أنه مسؤول عن الآلام والآمال ديالهم، وكذلك اعتبار الجهة المفوضة. والقانون التنظيمي رقمي 13-14 واضح في هذه المسألة، وخاصة المادة 83 اللي كتنص على مسؤولية الجامعة في إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية لتقديم خدمات القرب في ميادين كثيرة من ضمنها تطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة وتنظيف طرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها أو نقلها إلى المطارح ومعالجتها وتتمينها. لكن تفويض هذا الاختصاص لا يعفي المجلس المنتخب بالمسؤولية ويترك المواطن المغلوب على أمره عرضة لابتزاز الشركة المفوض لها، لأن المواطن هو اللي كيصوت على هذا المجلس المنتخب باش يمثله ماشي باش يتخلى عليه في مثل هذه الظروف الصعبة بعذر عقد تفويض. ندوزو النقطة الثانية وهي شركات التنمية المحلية، خصوصا شركة الدار البيضاء للتهيئة كازا أميناجمون، وهي اللي كتولى تنزيل مشاريع الجماعة في مجال الاختصاص ديالها بدون ما نعفيه من المسؤولية مجلس المدينة طبعا، لأنه هو صاحب قرار إنشاء هذه الشركة وهو اللي كيتولى المراقبة ديالها والمساهم في رأس مالها تبعا للمادة 130 مادة 130 و131 من القانون السالف الذكر. أول خطوة في مستصل الإصلاح في هذه المدينة اللي هي الدار البيضاء والعودة بها إلى الطريق الصحيح هي محاسبة مدراء هذه الشركات، شركات التنمية المحلية، في التسيير يعني محاسبتها في التسيير ديالها هذه الشركات ومحاسبتهم في التصرف في ميزانيات تقدر بحوالي 40 مليار ديال الدرهم، مبلغ ليس بالسهل، اللي هي ميزانية كتساوي وكتوازي ميزانية 10 وزارات لمدة 5 سنوات. مدراء هذه الشركات عندهم رواتب كتعادل رواتب الوزراء، وطريقة التسيير ديالهم لهذه الشركات فيها الكثير من الاختلالات والشبهات، لكن هذا ماشي موضوعنا الآن. هؤلاء المدراء اللي كيشرفوا على هذه الشركات يحصلون على تعويضات كبيرة خيالية تتجاوز 70,000 درهم، كما هو الحال المدير العام لشركة الدار البيضاء للخدمات اللي كتولى تدبير مجموعة من القطاعات كالنظافة والمجازر وأسواق الجملة. والمدير العام لهذه الشركة بوحده عنده 4 ديال السيارات، عنده 4 ديال السيارات عائلية، ما كاينش المسألة في دول العالم بأسره، هي ماركة مسجلة للمغرب فقط، وعنده 3 ديال السيارات لفائدة مدراء يشتغلون إلى جانبه في إدارة شؤون الشركة. وللعلم هذا المدير لا يزور الشركة إلا أيام الاثنين والأربعاء والجمعة لمدة لا تتجاوز 2 ساعات. أما مدير شركة الدار البيضاء للتنشيط
وهي تاهي شركه محليه يعني للتنميه المحليه. المدير ديالها قام بتغيير مدراء عده مرات، قام بتغيير مدراء عده مرات، خصوصا المدراء الماليين، والسبب حسب زعمه هو رفضهم للاوامر الصادره عن سيادته. والجميع كيتذكر الظروف السيئه اللي انضمات فيها هذه الشركه العديد من المباريات الوطنيه الخاصه بالدوري المغربي، واخر الفضائح هو الملعب ديال دونور واللي تحول لمسبح وبرك مائيه للاعبين. ورجع لينا ورجع لينا ورجع لينا حكايه الوزير والكراطه. اما عن شركه ادماج سكن، فما زالت العديد من العائلات كتسكن في الملاجئ والمنازل المتهالكه بسبب التجاهل والتماطل في عمليه اعاده الايواء، ومازال العديد من الاسر كتنتظر استفادتها من الشقق بعد افراغ سكانها من المنازل الآية للسقوط بالقوه، والاحياء اللي في البرارك ودور الصفيح. مدينه الدار البيضاء ما زالت الطرق ديالها او الشوارع ديالها على حالها الى اليوم. ومنذ توليها تدبير تهيئه الدار البيضاء والى الان لم تفتحص ميزانيه عدد من الصفقات اللي كديرها الشركه. اما مدير شركه الدار البيضاء للنقل فشركته لم تفلح في حل اختلالات قطاع النقل، وفي مقدمتها شركه النقل الحضاري الغير المفوض لها، تصول وتجول في شوارع الدار البيضاء بحافلات الخرده متهالكه. اما شركه الدار البيضاء للتراث فغالبيه المشاريع ديالها واقفه، يعني متوقفه رغم الميزانيات المرصوده لانقاذها، رغم الميزانيات المرصوده لانقاذ هذا التراث الانساني، علاش الله اعلم. وجميع هؤلاء المدراء يحظون بامكانيه الرفع من عدد السيارات المخصصه للاسطول ديالهم العائلي والمهني، مع تزود المجاني بالبنزين عبر البطاقات المنطقيه الغير المحدوده بفضل نهب المال العام. ولعل اول جهاز يجب ان يتحرك لكي يعيد لدافع الضرائب الدار البيضاء الثقه في المؤسسات المنتخبه ديالهم هو المجلس الجهوي للحسابات، اللي المفروض عليه ان يزور المجالس المنتخبه ويراجع الحسابات ديالها وطرق صرف هذه الميزانيات ديالها، وانجاز تقرير لهذه الشركات اللي حولوها المدراء ديالها الفيرمات يفعلون فيها ما يشاءون. من جهه اخرى المديريه الجهويه للضرائب عليها كذلك ان تبحث في الثروات ديال هاد اعضاء ديال هاد المجالس ورؤسائها باش تدقق في مصادرها وتشوف هل هي متحصل عليها قبل توليه من المسؤوليه ام اثناءها. اما سلطه الرقابه المتمثله في وزاره الداخليه فهنا تقع المسؤوليه على والي الدار البيضاء باعتباره ممثل وزاره الداخليه التي تمارس الرقابه او هي الجهه الوصيه على هذه الجماعات الترابيه. وانا في نظري وزاره الداخليه هي المسؤوله الاولى على هذه الفضيحه، لانها هي التي تهيمن على الاستثمارات في ظل ضعف المجالس المنتخبة، بل هي اللي عملت على تضعيفها وازدادت هذه الهيمنة في ظل حالة طوارئ الصحية. سؤال المطروح، هل سيتم محاسبة هؤلاء أم أنهم سيفلتون من العقاب والحساب في انتظار فضائح أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله.